الرجال مش مقصرين، بس الموضوع مش زي زمان. يعني دوريات الجيش بتنشط المنطقة. فين ضياء؟ أنا بلغته بالمعاد وزمانه على وصول. أنا عارف إن في تكسير، بس سلام ملهوش ذنب، هو بينفذ أوامر ضياء. الباشا الكبير، بالصحة يا وائل. ما تاخذنيش يعني، ليه لما المقدم طارق واحنا في مدرسة الصاعقة سأل مين عاوز يروح سيني رفعت يدك وقلت تاني؟ أنا ما قصديش حاجة، بس ما توقعتهاش منك أنت. بص أنا هقول لك وأمر الله، بس ما تتريقش عليا. هتريق ليه؟ أنت راجل مظبوط وعلى السليم. قول يا واد عم احنا اخوات. أصل أنا كنت قاعد في دهب. بعمل سنوركلينج ودايفنج. كنت فاكر ان انا لما هاجي سينا اروح شرم مثلا. شرم الشيخ؟ دي جنوب سيني. احنا هنا في العريش، شمال سيني. وعامل فيها نبيه؟ ما بتشوفش التلفزيونات واصل؟ ولا بتتابع الفيس؟ لا يا نبيه، بصراحة ماليش في التلفزيون. وبعدين كنت فاكر الناس على الفيس بتأفور يعني. بقول لك ايه؟ ما تقولش حاجة لبركات. الأحسن هيحكي للقطاع كله هيشعب لك وأنت خبره زين. أكيد يعني مش قول بركات. بس أنت عارف أنا بدأت آخد على الأجواء هنا. مش زي أول ما جينا. أجواء؟ ماشي يا ابن الناس. اللي أقول له يا وائل، إيه اللي سكونكينج ده؟ طب سكونتج انت خالص دلوقتي وما تتكلمش، ماشي؟ يب هزل معاك يا هو. فيه يا عم تهزرش. ايه السكونكينج بقى دي؟ سنوركلينج. انت مش عارف الشغلانة صعبة ازاي؟ انت باشا كبير وبتدور فلوسك في التهريب، لكن على قولتكم نحنا اللي ادينا معكوكة فيها، عارفين الصح من الغلط. وبعدين ما كانش حتة نفق وقع هتنصب لي عليه محكمة. معلش يا دكتور، هو ضياء بس تلاقيه صعبان عليه اللي حصل، وبعدين هو ما بيعرفش يتكلم. لا هو لما بيفكر بيتمشى. فانت شايف ان انا باشا كبير ماليش في الشغلانه، فانت جاي تعلمهاني. تعرف انا قتلك ليه؟ عشان بعد كل المدة دي